نشرة إخبارية موجزة من أون لايف. أسعد الله أوقاتكم. هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم خلال اتصال هاتفي، معربا عن أمنياته لمصر بدوام التقدم والاستقرار. وقد أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لهذه البادرة الأخوية، متمنيا للأردن كل التوفيق والازدهار. كما تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات المصرية الأردنية، حيث جرى التأكيد على مواصلة العمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وقد هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة هاتفيا أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الشهر الفضيل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الاتصال تطرق إلى مناقشة الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على ضرورة تعزيز التضامن العربي. كما تم خلال الاتصال التأكيد على تميز العلاقات المصرية البحرينية على المستويين الرسمي والشعبي. عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبحث موقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات. كما ناقش المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ومتابعة الإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل. وخلال مؤتمر صحفي قالت وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد إن معدل النمو الاقتصادي بالربع الثالث للعام المالي 2017-2018 وصل إلى 5.4%. وأوضحت السعيد أن زيادة معدل النمو لها أثر إيجابي على معدلات البطالة التي انخفضت لنحو 10.6%. معدل النمو الاقتصادي للربع الثالث 5.4%، وده يعتبر أعلى معدل نمو اقتصادي مصر شافته على مدار السبع سنوات الماضية. احنا كمان مهم نقول انه ده ايضا في اطار ان احنا واحنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف معدل نمو اقتصادي متزايد ومستدام، احنا كده بقالنا حوالي اكتر من اربع ارباع معدل النمو الاقتصادي في الاتجاه السعودي والمتزايد. فبنلاقي ان الحمد لله كان له اثر ايجابي على معدلات البطالة، بحيث ان معدلات البطالة انخفضت وصلت الى 10.6% في الربع الثالث. قال وزير المالية عمرو الجرحي إن رفع التصنيف الائتماني من وكالة ستاندر أمبورز لمصر من بي سالب إلى بي سيعطي ثقة أكبر للاقتصاد. نتائج التقييم الائتماني لمؤسسة ستاندر بورز اللي هي رفعت التقييم على المدى المتوسط والطويل من بي ماينس إلى بي، يعني حصل رفع للتصنيف الائتماني. آخر مراجعة كانت نتج عنها رفع النظر المستقبلية من مستقر إلى إيجابي. رفع في التصنيف الائتماني في المتوسط الأجل وطويل الأجل، وده الأكثر أهمية بكثير لأنه بيعكس فكرة نظرة المؤسسة التقييم المستقبلية لمصر على المدى المتوسط، وده بيعكس أيضا فكرة الثقة في السياسات الاقتصادية اللي تمت والإصلاحات الاقتصادية اللي تمت، سواء إصلاحات مالية أو إصلاحات نقدية وأيضا إصلاحات هيكلية. وقد أعلن وزير النقل هشام عرفات أن ماكينة حفر عملاقة ستبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل حفر نفق المرحلة الثالثة من الخط الثالث من مترو القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيتم بواسطة قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي. يوم الأربعاء الجاي هنحتفل بإذن الله إن شاء الله بانطلاق ماكينة الحفر العملاقة من محطة العتبة ناحية إمبابة إن شاء الله، واللي هو الخط الثالث المرحلة الثالثة من الخط الثالث. وده حقيقة هذا المشروع مشروع ضخم جدا بكل معاني الكلمة. المشروع ده هو احنا واخدين تمويل لي من البنوك الأوروبية على قروض ميسرة جدا لمسافات لفتره استرداد طويله من البنك الاستثمار الاوروبي. القيمه بتاعتها حوالي 930 مليون يورو. احنا ان شاء الله الاربعاء اللي جاي بتشريف مع دوله رئيس الوزراء وبعض الوزراء هيشرفونا يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله للاحتفال بانطلاق ماكينه الحفر العملاقه من محطه العتبه الى
إن شاء الله اتجاه إمبابة. كشف وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن اتجاه الحكومة لتكثيف استخدام مشروع بنك المعرفة في التعليم قبل الجامعي والجامعي لتعظيم الاستفادة من كم المعارف المجاني الذي يوفره لجميع الفئات. مشروع بنك المعرفة المصري اللي هو يعني من أكبر المشاريع المعرفية الموجودة، وحضراتكم عارفين هو أطلق سنة في يناير 16 وبيتم استخدامه بقاله أكتر من سنتين بس من مجتمع البحث العلمي بالتحديد ومجتمع الجامعات. احنا بصدد تكثيف استخدامه في التعليم ما قبل الجامعي وفي التعليم الجامعي كمان اللي هو قبل التخرج، يعني التعليم الجامعي نفسه 4 سنوات أو 5 سنوات التعليم الجامعي. المشروع ده ما خدش حظه عند الناس من المعرفة الكافية، هو مشروع معرفي كبير جدا مفروض انه مفتوح لكل المصريين، مفتوح للمئة مليون مواطن في مصر بلا تكلفة، دولة بتتحمل تكلفته بالكامل. هو يحتوي على بوابات 4 بوابات، واحدة للأطفال، واحدة للطلبة، واحدة لعامة القراء، واحدة للباحثين. عقدت الجامعة العربية اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة قرار نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الشريف والتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يعد قرارا باطلا ومرفوضا دوليا وعربيا، وأضاف أن هذا القرار يدخل المنطقة في مزيد من التوتر. وقد شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن نقل أي سفارة إلى مدينة القدس سيظل قرارا باطلا ولن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات الجارية ضد الفلسطينيين. إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير قابل للتصرف في أراضيه. إن أمام اجتماعنا اليوم 3 مهام عاجلة وملحة. أولا التحرك العاجل مع المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية. ثانيا التأكيد بشكل حاسم على بطلان أي إجراءات ترمي لخلق واقع جديد على الأراضي أو إطفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة وفي قلب منها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أي أثار مترتبة عليها. ثالثا إعادة تحريك المفاوضات السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما كشف وزير الخارجية السعودي عادل جبير أنه تم خلال الاجتماع التشاوري للجامعة العربية بشأن القدس الاتفاق على مسارات استراتيجية جديدة لمخاطبة المنظمات الدولية والإقليمية للرد على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف. اليوم الاجتماع كان التركيز في الاجتماع التشاوري على العمل على مثل هذه الآلية، وكان في تحديد
للمسارات التي يجب أن نتحرك عليها، وكان فيه البدء في رسم ملامح خطة العمل. والأمانة العامة ستقوم مشكورة خلال الأيام القادمة بإضافة التفاصيل لهذه المبادرات وهذه التحركات لكي تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بالتحرك الاستراتيجي. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي الروسي. وقال بيان صادر عن الكريملين إن بوتين أكد على التنسيق المشترك مع الحكومة السورية في الخطوات المشتركة التي تواجه الحكومة في هذا التوقيت. من جانبه أبلغ الأسد بوتين استعداده لما أسماه بدء تسوية سياسية في بلاده، كما أعلن الأسد عن توجيهه لوفد الحكومة السورية لتشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة. قال مقرر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إدريس الجزائري إن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وأضاف في بيان له أن النتائج غير المقصودة للعقوبات الأحادية على سوريا حالت دون الاستجابة إلى ما أسماه الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوري. وأكد أن الإجراءات القسرية التي تفرض على سوريا لم تسهم إلا في مفاقمة الوضع. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصين مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبناني. وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل كذلك 4 كيانات أخرى مرتبطة باللبناني محمد إبراهيم بزي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت بالأمس عقوبات مماثلة على بعض قيادات الميليشيا وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إن الموقف الفرنسي المدافع عن الاتفاق النووي مع إيران هدفه إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط وليس البحث عن مصالح تجارية على حد تعبيره. وأوضح خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان في مدينة صوفيا أن بلاده لن تصبح حليفة لإيران ضد واشنطن، نافيا شن حرب تجارية على الأخيرة بسبب إيران. وأكد ماكرو أن العواقب غير المباشرة للقرار الأمريكي من شأنها تعزيز موقعي روسيا والصين في المنطقة. في أمان الله.